that you knew him. انت مشيت وراه من المسجد مستر عدو ده وبعد ذاك مشيت قربت منه وانت اصريت انك بتعرفه. Mr. Odowa had no idea who you were and said so. ومستر عدو ده قال ما بيعرفك ما عنده فكرة انت منو وقال لك الكلام ده. You then sprayed Mr. Odowa with petrol from a container you had with you and then ignited the petrol. بعد ذاك انت رشيت مستر عدو ده ببنزين كان معك في قزازة او في علبة وولعت فيه النار. Mr. Odowa was engulfed in flame. واشتعلت فيه النار وكان محاصر بالنيران. You then simply walked away. انت ببساطة مشيت. Fortunately, a friend who was with Mr. Odowa managed to strip the burning clothes from him, which saved him from more severe injury. لكن لحسن الحظ واحد من أصدقاء مستر عدوة كان قريب فقلعوا هدومه المشتعل فيها النار دي وهكذا أنقذ حياته يعني لأنه كان ممكن يتعرض لجروح أخطر. 4 weeks later, on the 20th of March of 2023, you attacked another random victim. بعد 4 أسابيع من الحادثة الأولى دي بالتحديد يوم 20/3/2023 أنت برضو اعتديت على برضو بطريقة عشوائية على على الضحية الثانية. Mohammed Reyes was 70 years of age and a regular worshipper at his local mosque on Dudley Road in Birmingham. الضحية الثانية اسمه محمد رياض زول عمره 70 سنة وبرضو من المصلين المداومين على المسجد بتاعه في شارع دادلي في مدينة بيرمنغهام. That evening he left the mosque and made his way towards home. في ذلك المساء هو مشى من المسجد كان ماشي على بيته. You approached him and asked him if he spoke Arabic, and when he said he did not, you demanded why. بعدك انت قربت منه مشيت عليه وسألته قلت له بتتكلم عربي لو عربية لما قال لك ما بتكلم لغة عربية انت قلت لي ليه ما بتتكلم لغة عربية. You then sprayed with Mr. Reyes with petrol and ignited it. وبعد ذاك انت رشيت مستر رياض بالبنزين وولعت فيه النار. Mr. Reyes was engulfed in flames. وبنفس الطريقة حاصرته النيران اشتعلت. The closed circuit television recording of what happened to Mr. Reyes is horrific. واضح من الفيديو الكاميرا في المراقبة بتاعت الشارع اللي لقطت الحادثة دي حادث بشع جدا. And it's clear that you threw further petrol on him as he burnt. وواضح انك رشيته اكثر مرة ثانية بالبترول وهو مولع فيه النيران. You again then simply walked away. والثاني برضه بنفس الطريقة انت ببساطة مشيت. Others came to the rescue of Mr. Reyes. ناس ثانيين جو حاولوا ينقذوا مستر رياض. It was pure good fortune that Mr. Odowa did not suffer yet more serious injury. كان بس من حسن الحظ يعني هو محظوظ انه مستر عدوة ما تعرض لجروح خطيرة. As it was, he suffered burns to his left ear, the back of his neck, and to his hand, which amounted to about 2% of his body. وتحرق في أذنه الشمال، أضامه الشمال، وفي رقبته من وراء، وفي يده، وده طبعا جزء بسيط من جسمه، حوالي 2% من جسمه. There have, however, been significant psychological effects upon Mr. Odowa. لكن كان طبعا في آثار نفسية وعاطفية فظيعة جدا على مستر عدوة. He still has feelings of embarrassment about his scars. He has lost his confidence in going out. He's disturbed sleep and he no longer feels safe at the mosque, which obviously plays an important part of his life. فهو ما زال يعاني آثار هذا الحادث يشعر بالحرج والخجل من الجروح والتشوهات اللي حصلت له وهو فقد ثقته بنفسه بانه يمرق من البيت وبرضه عنده مشكله بالنوم يصيبه الارق ولا يشعر بالامان لما يمشي المسجد او لا عايز يكون يمشي المسجد بيشعر بالخوف وعدم الامان ورغم المسجد ده كان بيمشي له يوميا وكان جزء من حياته اليوميه وجزء اساسي في حياته
الآن الشعب بدأ يشعر بالخوف وعدم الأمان. I've heard the evidence from his family as to the wholly understandable and significant effect the attack has had upon them. وأنا سمعت أقوال أهله وأسرته بالنسبة للحصل وأنا فاهم جدا إنه الأثر الفظيع الكبير اللي تركوا هذا الاعتداء على عليه وعلى مستر عدو. Mr. Reyes suffered burns to about 7.5% of his body. Mr. Reyes, the الضحية الثانية, تأثر بحوالي 7.5% جسمه بالحريق. They included significant burns to his face and head. وتضمن ذلك حروق فظيعة كبيرة على وجهه وعلى رأسه. His beard was entirely burnt away and he suffered burns to his face, lips and hands. ولحيته تحرقت تماما وتعرض ايضا لحروق في وشه وفي شفاهه وفي يدينه. He remained in hospital for nearly 3 weeks. ورقد مستشفى حوالي 3 أسابيع. He has also suffered significant psychological impact from the offence. وأيضا تعرض لآثار نفسية كبيرة جدا من جراء هذا الاعتداء وهذه الحادثة. He has been diagnosed as suffering from depression and the early stage of post-traumatic stress disorder. وتم تشخيصه الأطباء شخصوه بأنه يعاني من الاكتئاب ويعاني من المراحل الأولى من ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة. Again, there has understandably been a significant effect on the whole of his family, which I have also heard movingly described today. وأيضا كما سمعت من أهله وأسرته وأفراد أسرته اليوم بالمحكمة إنه تعرض لصعوبات شديدة جدا كما هم تعرضوا لصعوبات وآثار عميقة جدا كما حكوا عنا اليوم بطريقة As I have said, you were convicted by a jury of these two offences after a trial. زي ما قلت من الأول، أنت تمت محاكمتك وتمت إدانتك من قبل هيئة المحلفين على هذين الجريمتين بعد المحاكمة. It should be made clear, however, that there was never any dispute at trial that you were the person who had committed these two attacks. كما يجب أن نؤكد على أنه واضح جدا أنه ما كان في أي شك أو خلاف خلال المحاكمة أنه أنت الشخص المسؤول عن هاتين الجريمتين. The primary issue for the jury to determine was whether you were insane at the time of your actions and would therefore have no criminal responsibility at all for your actions. الموضوع الأساسي كان على هيئة المحلفين إنه تفصل فيه وتقرر فيه إذا أنت كنت وقت ارتكاب الجريمتين دول أنت كنت في عقلك ولا كنت غائب عن العقل يعني أنت كنت صحيح العقل ولا كنت مجنون. Insanity is a legal term with a very specific definition. أساس إنه يحددوا أنت عندك مسؤولية قانونية ولا لا بناء على كنت مجنون ولا صحيح العقل لأنه الجنون هذا من ناحية قانونية يعني إنه عنده تعريف محدد جدا ودقيق جدا الجنون. During the course of the trial, therefore, I heard detailed expert psychiatric evidence from 3 very experienced consultant psychiatrists who produced detailed reports and gave evidence at the trial. وأنا أثناء المحاكمة استمعت إلى تقارير من 3 أطباء نفسانيين خبراء في مجالهم قدموا 3 تقارير مفصلة وأفادوا بتقييم الحالة. Those psychiatrists are Dr. Kennedy and Dr. Kenny Herbert who were called on your behalf and Dr. Cummings called by the prosecution. هؤلاء الأطباء النفسانيين الثلاثة كانوا دكتور كينيدي ودكتور كيني هربرت هم ديال استدعاهم الدفاع عنك والدكتور الثاني كان دكتور كومينز اللي استدعاه للإفادة أو للشهادة في هذه المحكمة وكيل النيابة أو ممثل الاتهام. The jury were not satisfied that the legal definition of insanity had been established. There's no
It's interpreted as it is. So could you repeat that? As it is. As it's yes, said? Yes. Okay. المحلفين في أثناء المحاكمة رأيوا منه أنت لما ارتكبت وقت ارتكاب هاتين الجريمتين ما كنت مجنون أو غايب العقل، كنت صحيح العقل ومسؤول عن أفعالك. There was, however, no dispute between the expert psychiatrists that at the time you committed these attacks, you were suffering from a very serious mental illness, namely paranoid schizophrenia, and that at the time of each of the attacks, you were psychotic. ولكن اتفق الخبراء الأطباء النفسانيين الثلاثة اتفقوا على أنه أنت في ذاك الوقت كنت تعاني من مرض نفسي وعقلي اسمه شيزوفرينيا أثناء الهجوم والاعتداء على الضحايا في هذه الجريمة ووقت الوقت الارتكاب هذه الجريمة كنت تعاني من أعراض الاضطراب العقلي اسمه الذهان. You were assessed on a number of occasions by the psychiatrists. تم فحصك وتقييم حالتك عدد من المرات من قبل هؤلاء الأطباء النفسانيين. They were each satisfied that at the time of each attack you were suffering from grossly disordered thoughts. وكانوا مقتنعين الأطباء كلهم اللي فحصوك انه في وقت الهجوم والاعتداء وارتكاب هذه الجرائم انت كنت تعاني من خلل كبير جدا في عمليات تفكير مخك ما كان ضابط. You believed that you were being persecuted by various people you had met who you believed were possessed by evil spirits and were trying to control you. انت كنت بتفكر تفتكر انه انت عندك اعتقاد يعني موهوم بانه انت في ناس بتهضوك وبيحاولوا يضروك وانه الناس ديل عايزين يسيطروا عليك باستخدام الأرواح الشريرة وباستخدام الجن. You believed these people could vanish and materialize at will. أنت كنت بتعتقد وبتفتكر إنه الناس ديل عايزين يضروك ديل ناس بيسهروا وبيختفوا على كيفهم فجأة يسهروا وفجأة يختفوا على كيفهم. You had moved to different areas to try and evade them. وأنت لما بتفتكر الكلام ده وأنت مشيت من محلة لمحلة من منطقة لمنطقة عشان انك تتفاداهم. You believed they could control you and read thoughts inside your head. انت كنت بتفتكر انه الناس دي عايزين يسيطروا عليك وبيقروا افكارك بيقروا انت بتفكر في شنو. You suffered hallucinations in several of your senses including physical effects upon your body. وانت كنت تعاني من هلاويس كثيرة جدا أنواع مختلفة من الهلاويس في كل الحواس بتاعتك السمع والشوف والبصر والشم وكل الحواس. The two victims in this case were, on any rational view, chosen at random. والضحايا الجريمتين دول الضحيتين دول أنت ما بتعرفهم أنت استهدفتهم بعشوائية بالصدفة. You, however, genuinely believed each of them was one of those trying to take control of you. لكن انت كنت تفتكر انه واحد الاثنين ديل انت حركتهم ديل هم من الناس اللي عايزين يسيطروا عليك على جسمك وعلى عقلك وعلى روحك. Each of the psychiatrists were of the opinion that at the time of the offences and when examined by them, you had a range of symptoms which included persecutory and religious delusions, auditory hallucinations, and thought interference, all attributable to paranoid schizophrenia. وكل الأطباء النفسانيين اللي فحصوك ديل رأيهم واحد قالوا أنت في الوقت اللي ارتكبت فيه الجريمتين ديل أنت كنت تعاني وبعد ما فحصوك لقوا عندك أعراض كثيرة ومختلفة من ضمنها أنت عندك أوهام دينية وأوهام بالاضطهاد وبالظلم الواقع عليك وعندك هلاوس سمعية بتسمع أشياء ما موجودة وعندك بتفتكر الناس بتدخلوا في مخك في أفكارك ودي كلها أعراض سببها
المرض بتاعك اللي هو ما يسمى بالشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية. In due course, you were transferred from prison to a secure mental hospital where you are presently held pursuant to Section 48 of the Mental Health Act of 1981. قانون الصحة العقلية والنفسية لعام 1981. There you've been under the responsibility of a further very experienced consultant psychiatrist, Dr. Mervis, and I've heard Dr. Mervis give evidence today. وفي المستشفى الدكتور بتاعك وإلى الآن الدكتور بتاعك المتابعك وبيعالجك ومشرف عليك ودكتور استشاري معروف وخبير اسمه دكتور ميرفيس وأنا استمعت لشهادته وإفادته اليوم أمام المحكمة هذا الصباح. دكتور ميرفيس has had the opportunity not only of considering all of the evidence from the other consultants, but most importantly observing and examining you at the mental hospital where you are detained. والدكتور بتاعك المشرف عليك الدكتور ميرفيس هو يعني مش بس قرأ التقارير اللي كتبوها عنك الدكاترة التانيين. وعنده فرصة كافية إنه دكتورك والمتابعك والبيعالج فيك إنه يقابلك شخصياً ويقيم حالتك النفسية والعقلية في المستشفى المحبوس فيها أنت. Dr. Mervis in his report dated the 12th of March 2024 and in his evidence today confirms that he's wholly sure that you suffer now and at the time of the offences from paranoid schizophrenia with a plethora of symptoms. دكتور ميرفيس في التقرير اللي كتبه عنك بتاريخ 12/3/2024 وفي إفادته أمام المحكمة المقررة صباح اليوم أكد إنه أنت تعاني إنه هو متأكد 100% إنك تعاني من مرض الشيزوفرينيا وأنه في وقت ارتكاب الجريمة أيضا كنت تعاني من هذا المرض ومن أعراض متفرقة عديدة أخرى. I've set out the detailed and careful medical investigations that have been performed in this case. وأنا اطلعت على التقارير المفصلة وبالغة العناية بالموضوع التحريات والتحقيقات في حالتك النفسية والمرضية واللي عملوا لك الأطباء بخصوص هذه القضية. Also, however, there's been a detailed and painstaking police investigation in order to see whether there is any evidence that you committed these attacks as a result of some other reason not connected with your mental health, and specifically whether you held any extreme ideological or religious views. بالإضافة لأن الشرطة البوليس برضو عمل تحريات واسعة وعميقة عشان يشوف إذا كان في سبب تاني غير الجنون وغير مرضك العقلي والسبب وراء هذه الجرائم. عملوا تحريات واسعة جدا وتحقيقات عشان نشوف إذا كان في ارتكابك للجريمتين ديل عنده سبب تاني غير الجنون مثلا أسباب أيديولوجية أسباب دينية أسباب عقائدية عقلية. There is no evidence at all you have at any stage held any such extreme views. ما في أي دليل على الإطلاق ما في دليل إنه أنت كنت عندك معتقدات متطرفة في أي وقت الأوقات ما مضطرفة. You are a practicing Muslim and attended at the mosque, but you have never expressed any extreme views, and there is no evidence at all of you, for example, seeking out extreme material on the internet. أنت مسلم ملتزم كنت بتمشي الصلاة في المسجد بانتظام لكن أبدا ما عبرت عن آراء مضطرفة دينية وعقائدية وما ثبت انك كنت تفتش في الكمبيوتر في الانترنت عن اي معلومات او مقالات او اشياء عندها علاقة بالارهاب او التطرف الديني. You have no previous convictions and no history of using violence. وانت ما عندك سوابق جنائية ما ارتكبت جريمة قبل كده وما عندك تاريخ من استخدام العنف.
It is the opinion of Dr. Mervis that your offending is highly attributable to your severe mental illness, and he does not believe these offences would have been committed if you had not been suffering from it. ومن رأي دكتور ميرفيس طبيب النفساني اللي بيعالجك وبيتابعك من رأيه إنه هذه الجرائم سببها مرضك العقلي. لو ما كنت مريض بهذا المرض ما كان ارتكبت هذه الجرائم. فهذا سبب الجريمة اللي ارتكبتها هو مرضك العقلي المعروف وتم تشخيصه. Dr. Kennedy is of a similar view, as is Dr. Cummings. ودكتور كينيدي برضو الطبيب الثاني النفساني الثاني وبالإضافة الطبيب الثالث دكتور كامينز رأي نفس رأي دكتور ميرفيس. دكتور كيني هربرت's opinion is that it is highly likely that your behaviour at the time of both offences was overwhelmingly related to an untreated psychotic illness. والدكتور الثالث دكتور كيني هربرت من رأيه إنه يعني احتمال كبير جدا إن تصرفاتك في وقت ارتكاب الجرائم دي أنت كنت بتتصرف بطريقة زي دي لأنه احتمال كبير جدا إنه عندك أعراض اضطراب عقلي أو ذهاني لم يتم علاجه. Having regard to all of that evidence, I'm wholly satisfied that you committed both of these offences at a time when you were suffering a severe mental illness and were psychotic, and that there were no other factors that led you to commit these attacks. وأنا بعد ما اطلعت على هذه الأدلة والتقارير الخبراء الطبية والنفسية أنا مقتنع 100% أنه إنك ارتكبت هذه الجرائم في ذاك الوقت ارتكاب الجرائم لأنه كنت تعاني من مرض عقلي ونفسي خطير وكبير وكنت تعرض لاضطراب عقلي يسمى الذهان في ذاك الوقت وإنه ما في سبب تاني غير مرضك هو اللي خلاك ترتكب هذه الجرائم. Further, it is clear from the evidence that neither you or anyone else had any insight into the illness you were developing. وواضح من الأدلة المقدمة والتقارير الطبية إنه أنت ما كان عندك تقدير لأنه أنت مريض ما كنت واعي وفاهم إنك مريض أو زول تاني. كانوا منتبهين لأنه أنت مريض وتعاني من هذا المرض ومرض متطور ومستمر. You were not therefore being treated and you did not accelerate or aggravate your mental illness by lifestyles such as the consumption of alcohol or drugs. ولأنه قبل الجريمتين ما في زول انتبه لأنك مريض عقليا ولا أنت انتبهت لنفسك عشان كده ما مشيت فتش على علاج وما انت يعني اضطرابك العقلي دي ما اثر عليه استخدامك للكحول خمره او المخدرات انت لا تضعط الكحول والمخدرات بحيث انها تؤثر على مرضك العقلي. I must now determine what is the correct sentence for these two offences. وانا الان كقاضي في هذه القضيه وفي هذه المحكمه انه علي ان اقرر ما هي العقوبات المناسبه على هاتين الجريمتين. Dr. Mervis is satisfied that the provisions of Section 37 of the Mental Health Act of 1983 are satisfied, as is Dr. Kennedy, Dr. Kenny Herbert, and Dr. Cummings. Dr. Mervis, الدكتور اللي عالج فيك ومشرف عليك هو من رأيه ومقتنع تماما بأنه المادة 37 من قانون الصحة العقلية لعام 1983 النصوص هذه المادة كفاية هذا أيضا يوافق عليه هذا الرأي يوافق عليه دكتور كينيدي ودكتور كيني هربرت ودكتور كامينز. The provisions of Section 37 require me to be satisfied on the written or oral evidence of two such experts that firstly you are suffering from a mental disorder and secondly it is of such a nature and a degree that it's appropriate for you to be detained in hospital for medical treatment and that such treatment is available to you. And thirdly, having regard to all of the circumstances and the other ways of dealing with you, that a hospital order is the most appropriate sentence. المادة 37 من قانون الصحة العقلية والنفسية لعام 1983 بتقول بالتحديد بتقول إنه
المحكمة تكون مقتنعة بناء على الأدلة التقارير اللي تليت في المحكمة، التقارير الشفوية والتقارير المكتوبة، أنه الخبراء على الأقل خبيرين في هذا الموضوع، أنه واحد أنت تعاني من مرض عقلي معروف تم تشخيصه، الحاجة الثانية أنه أنت المرض ده من نوعه من طبيعته ومن شدته أنه من المناسب ومن الضروري أنه أنت يحبسوك في المستشفى بتاعت الأمراض النفسية والعقلية عشان العلاج، وأنه العلاج ده يكون متوفر بالنسبة للمرض. والحاجة الثالثة أنه بالنظر لكل الظروف والملابسات والطرق فيما يتعلق بالتعامل مع هذا المرض، بنفتكر أنه المحكمة تصدر أمر بحبسك أو مواصلة حبسك في المستشفى لمتابعة العلاج. As I've already set out in detail, it is clear beyond doubt and disputed by no one that you suffer from a very serious mental illness, which is of such a nature and degree that it is appropriate for you to be detained in hospital. وأنا كما وضحت من قبل وبالتفصيل، أنا واضح بالنسبة لي بلا شك 100% واضح جدا إنه ما في حد عنده رأي ثاني في هذا الموضوع أو يشكك فيه، إنه أنت تعاني من مرض خطير، مرض عقلي ونفسي خطير جدا، إلى درجة إنه من طبيعته ومن شدته وخطورته إنه من المناسب جدا ومن الضروري إنه تتحبس في المستشفى الأمراض النفسية والعقلية للعلاج. That is what has already occurred following your transfer to a secure mental hospital from prison where you are presently being treated. وده حصل فعلا، يعني إنه تحولوك من سجن للمستشفى اللي أنت موجود فيه وبدوا معاك العلاج لأنك مريض مرض نفسي وعقلي كبير خطير. However, I have to consider whether there should be a penal element to your sentence and what other sentences are available that I could pass. ولكن علي أنا كقاضي في هذه المحكمة وهذه القضية إنه أنظر إذا كان ممكن أنا أضيف عقوبة بمعنى عقوبة غير العلاج والمستشفى أو عقوبات ثانية مناسبة في هذه الحالة في هذا اليوم. As I have detailed, the opinion of all of the very experienced psychiatrists who have examined you consider that your commission of these two offences is highly attributable to your mental illness, and without such illness you would not have committed them. وكما وضحت من قبل بالتفصيل إنه من رأي الأطباء النفسانيين الثلاثة اللي عندهم خبرة كبيرة جدا بالأمراض النفسية والعقلية وهم فحصوك وقيموا حالتك إنه أنت تعاني، قالوا أنت ارتكبت هذه الجرائم لأنه مريض عقليا ونفسيا، لو ما كنت مريض نفسيا وعقليا ما كان ارتكبت هذه الجرائم، إذن السبب في هذه الجرائم هو المرض النفسي والعقلي الكبير الذي تعاني منه. As I have also detailed, there is no other evidence of any reason or motivation for you to have committed these offences, and no evidence that you accelerated or aggravated your illness by drink or drugs. وكما وضحت من قبل بالتفصيل إنه ما في دليل على إنه أنت أو سبب أو دافع منك أنت لارتكاب هذه الجرائم، أو دليل بأنه أنت تستعمل مخدرات أو كحول أو في أشياء ثانية يعني هي فاقمت من حالتك وخلتك ترتكب هذه الجرائم. I am therefore wholly satisfied that your culpability and your responsibility for these offences is significantly reduced by reason of your mental illness, and your residual responsibility is therefore low. على هذا الأساس أنا مقتنع إنه مسؤوليتك عن هاتين الجريمتين، يعني يمكن تخفيف هذه المسؤولية بدرجة كبيرة بسبب مرضك النفسي والعقلي، وأنه مسؤوليتك المسؤولية المتبقية على العموم مسؤوليتك عن ارتكاب هاتين الجريمتين مسؤولية
منخفضة. I have to consider the sentencing council guidelines for attempted murder. وأنا يجب أن أطلع أضع في الاعتبار مجلس العقوبات عنده مرشد وموجهات للعقوبات المناسبة. Each offence involves the use of fire, and therefore each is a case of very high culpability, and therefore within category A. الجريمتين دول الاثنين فيهم عنصر مشترك اللي هو استعمال النار لارتكاب الجريمة. وهذا بخلي المسؤولية كبيرة عن النار حاجة مؤذية جدا وقاتلة. فالمسؤولية الجنائية عن الموضوع ده هي مسؤولية كبيرة نعتبرها في الفئة الأولى. As to harm, there clearly was significant injury caused to both Mr. Adoa and Mr. Reyes, and significant psychological harm, which would place each case within category 2. بالنسبة للضرر اللي حصل من هاتين الجريمتين واضح جدا انه في ضرر كبير جروح وحروق في الجسم بالنسبة للضحيتين مستر عدوة ومستر رياض وحصل ايضا تأثير ضرر نفسي ومعنوي كبير جدا لهم على هذا الاساس ضررين للمادي في الحروق والنفسي والمعنوي بيخلي الضرر في الفئة الثانية. The starting point, therefore, would be a determinate prison sentence of 30 years. على هذا الأساس، بالنسبة للمسؤولية الجنائية والضرر لأنهم عاليات، هذا يقتضي أنه أنا أصل أعلق عقوبة بالسجن مدة 30 سنة. That would have to then reflect that there are two offences. ويجب أنه يعني تعكس أنه في جريمتين حصلوا هذه العقوبة. That, however, is on the basis of you having full responsibility for your offending. لكن هذه العقوبة اللي هي 30 سنة لو كان الشخص ما مريض يعني لما ارتكب هذه الجرائم. A substantial reduction would be necessary to reflect your low retained responsibility. لأنك لما ارتكبت هذه الجريمتين انت كنت مريض نفسيا وعقليا فيجب انه انا اخفض العقوبة تخفيض كبير على اساس انه الموضوع ده يعكس انه مسؤوليتك لانك مريض مسؤوليه منخفضه. I next, however, have to consider dangerousness. ومع ذلك علي ان اضع في اعتباري خطورتك انت كشخص مدان. It's clear beyond doubt that you represent a very great danger to members of the public. من الواضح جدا انه انت خطير على الناس بدليل ما عملته انت. It is equally clear that how long you will continue to represent such a danger cannot be determined now. ومن الواضح ايضا انه انت حتكون خطر على الناس لكم من الزمن حتكون خطير ما بعرف في الوقت الحالي. Given the seriousness of the offences, I'm satisfied that the criteria for a sentence of life imprisonment are satisfied in this case. وبالنظر إلى خطورة هاتين الجريمتين ومحاولة القتل باستخدام النار أنا مقتنع تماما أنه المعيار بالنسبة لهذا العقوبة المناسبة هو السجن مدى الحياة. The decision I therefore have to make is whether the correct sentence in this case is one of life imprisonment, together with a hospital and limitation direction under section 45A of the Mental Health Act 1981. وعلى هذا الأساس أنا الحكم اللي حأصدره إذا كان عقوبة صحيحة الحالة دي اللي هي السجن مدى الحياة مع أمر بحبسك في المستشفى بموجب المادة 45 من قانون الصحة النفسية والعقلية لعام 1981. The effect of such a sentence would be that you would remain in hospital until
if it ever arrives, your mental illness has been successfully treated such that you could then be transferred to the prison under the terms of the life sentence, and your possible release would then be a matter for the parole board, and you would then remain on life license. تحسن تعالج يعني حسن مرضك تم علاجك بعدك تتحول إلى السجن بموجب هذه العقوبة تقضي سنوات في السجن اللي هو السجن مدى الحياة وبرضو نشوف إذا كان ممكن فيما بعد فكرت في إنك تقدم طلب لإطلاق سراحك من السجن بعد العقوبة تقدم طلب لمجلس اسمه مجلس النظر في طلبات المسجونين لإطلاق سراح باسمه البارول بورد. Dr. Mervis has given evidence of your treatment in hospital. دكتور ميرفيس اليوم قدم إفادات وأقوال عن خطة العلاج بتاعتك في المستشفى إنه بعالج فيك كيف. You have been on the maximum dosage of a drug, but your symptoms have persisted. الدكتور قال انت بديك اعلى جرعة اكتر حبوب ممكنة للعلاج لكن الاعراض بتاعت مرضك لسه موجودة. You are presently receiving a different drug but it's not yet clear whether you in fact suffer from treatment resistant schizophrenia. والان غيروا لك الدواء بدوك دواء جديد دواء مختلف لكن لسه ما معروف لانه بدل لسه قريب إذا كان أنت عندك مشكلة في الاستجابة للعلاج إذا كان مرضك دي السيزوفرينيا غير قابل للعلاج يعني لسه ما معروف إذا كان ممكن يصل لهذا هذه النتيجة ولا لا. If that is the case, then there is only one drug licensed which can be administered for it, namely clozapine. وإذا أنت كان حالتك أو مرضك لا يستجيب للحبوب المعروفة لعلاج السيزوفرينيا يكون فضل دواء واحد جديد لسه بيختبروا فيه اسمه كلوزابين. Such a drug is considered a drug of last resort and it requires careful monitoring. وهذا الدواء اللي اسمه كلوزابين بيعتبروه آخر دواء آخر علاج للشيزوفرينيا ولأنه دواء كبير يحتاج إلى مراقبة لصيقة متابعة. It is the opinion of Dr. Mervis, with which Dr. Kennedy and the other psychiatrists agree, that the conditions for the making of a hospital order are satisfied and that it's necessary for the protection of the public to make a direction under Section 41 of the Mental Health Act, restricting your release without limitation of time unless and until consent is given by the Secretary of State. ودكتور ميرفيس من رأيه وبالإضافة دكتور كينيدي وفي برضو أطباء نفسانيين تانيين اتفقوا معهم على الرأي ده أنه الشروط الممكن المحكمة تصدر بموجبها أمر بحبسك في المستشفى للعلاج هذه الشروط وهذه الظروف توفرت في هذه الحالة في حالتك الآن وإنه ممكن ومن الضروري لحماية المجتمع والناس منك إنه المحكمة تصدر أمر بموجب المادة 41 من قانون الصحة العقلية والنفسية تمنع إطلاق سراحك من المستشفى أو خروجك من المستشفى بدون ما يكون في تحديد لزمن معين ولحد ما السلطات المختصة توافق على إطلاق سراحك من المستشفى أو خروجك من المستشفى والموافقة دي تكون من وزير العدل. On the basis of the evidence before me, it's clear that it is highly likely that you will require lifelong treatment for this illness. وعلى أساس الأدلة المقدمة في هذه القضية واضح جدا أنه احتمال كبير جدا أغلب الظن أنك تحتاج لزمن طويل جدا لمتابعة علاجك استجابتك للعلاج القصة دي بتحتاج لزمن طويل حياتك كلها
زمن طويل جدا لعلاج هذا المرض الكبير اللي انت بتعاني منه. As Dr. Mervis explained, if you were eventually transferred to prison, the administration of such a drug produces significant problems, and there is no compulsion to take medication in prison. وزي ما وضح دكتور ميرفيس اليوم قال انت لو حولوك السجن حيكون صعب جدا متابعة علاجك في السجن. ليه؟ لأنه في السجن ما بيجبروا الشخص المريض على العلاج، ما بعالجوه بالقوة غير المستشفى، المستشفى بعالجوك بالقوة. وإنه السجن في حالتك أنت مريض نفسيا وعقليا مرض خطير قد يفاقم يزيد من مرضك ومن أعراض مرضك في السجن. Furthermore, signs of relapse are likely to be spotted significantly earlier by those with professional medical training. بالإضافة لأنه إذا أعراض أو علامات لو الشخص المريض انتكس بيعرفوا القصة دي منه، بيلاحظوا الحاجة دي الأطباء والممرضين المختصين في مستشفى مش في السجن. If you were transferred to prison, there would be a significant risk of your condition relapsing and very significant risk to others, which obviously also includes staff at the prison. فأنت لو حولوك للسجن، لو مشيت السجن، وفي خطر، في خطر واقعي إنه تنتكس حالتك، تنتكس أو تزيد مرضك يزيد شدة وخطورة، وفي هذه الحالة هتكون خطر على الناس في السجن. على المسجونين، على الموظفين، على الحراس، ضباط السجن، على كل الناس حولك ممكن تكون خطر عليهم. ففي السجن في هذه الحالة ممكن يساعد في إنه الشخص ينتكس ويستمر خطر على الناس غير المستشفى. The protection of the public is at the forefront of my considerations. أنا أهم شيء بالنسبة لي كقاضي هو حماية الناس، حماية المواطنين والمجتمع. It's clear from the evidence of Dr. Mervis that it will be a very long time before you could ever be considered for release into the community, should that day ever arise. وواضح جدا من كلام وإفادات دكتور ميرفيس هذا الصباح إن أنت تحتاج لزمن طويل جدا للعلاج، سنوات طويلة طويلة جدا للعلاج قبل ما يفكروا في إنه تطلع من المستشفى أو يطلق سراحك من المستشفى في المجتمع. وإذا حصل يعني المهم زمن طويل جدا تحتاج لمتابعة وحبس في المستشفى للعلاج. You are likely to remain in the present secure hospital for years, and even at that stage it would only involve transfer to another hospital which still maintained appropriate security. And that would also require the agreement of the Secretary of State. وأنت احتمال كبير جدا حتستمر في هذه المستشفى اللي أنت بتعالج فيها الآن لمتابعة العلاج لسنوات طويلة، وقد تصل إلى مرحلة في تحسن في حالتك إنك تحول لمستشفى ثانية برضو للأمراض النفسية والعقلية، لكن تكون يعني ما فيها التأمين الكبير الحاصل في المستشفى اللي أنت فيها الآن. و حتى ده لما يحصل لازم تكون في موافقة من وزير العدل على هذا التحويل لمستشفى ثاني. You would remain within a hospital environment until any possibility of your staged release into the community could be effected. الكلام ده معناه شو؟ معناه أنت حتكون دائما في المستشفى، حتظل بالمستشفى، العلاج ومتابعتك ومراقبتك. إلى ما يجي إذا كان في إمكانية إنه في مرحلة لاحقة إذا الدكاترة رأوا إنه ممكن يطلبوا صراحة من المستشفى تتمروا يعني بعد ذاك بيكون في ترتيبات للعمل محددة من مرحلة إلى الأخرى، وده برضو بموافقة السيد وزير العدل. You would not be released then unless or until the Secretary of State consents. طبعا ما حيطلعوا صراحة بعد الزمن ده كله إلا بموافقة وزير العدل.
I also have to consider how the public are to be best protected in the event you should ever be released back into the community. وكمان أنا برضو يجب أن أضع في الاعتبار إنه لو أطلقوا سراحك فيما بعد العلاج إنه كيف تتم حماية المجتمع والمواطنين منك إذا حصل خطر منك. Dr. Mervis again helpfully described the difference in release regimes as they relate to this case. ودكتور ميرفيس وضح يعني بطريقة جيدة ومفيدة وضح لنا الفرق بين المراحل المختلفة لإطلاق سراح المريض بالمرض الكبير دائما المستشفى ورانا التفاصيل. He considers that your illness is likely to be lifelong and will require close review for subtle signs of relapse, ongoing prescription of psychiatric medication, and monitoring of your compliance with it. دكتور ميرفيس من رأيه إنه مرضك ده حيكون معك لزمن طويل جدا في حياتك، يمكن حياتك كلها تكون أنت مريض، لكن ممكن تحسن شوية. ومرضك ده بيحتاج إلى مراقبة ومتابعة ومراجعة منتظمة ودقيقة ومتابعة الأعراض المبتسمة للناس العاديين، في أعراض ما بيعرفوها إلا الأطباء والدكاترة، تحتاج إلى متابعة ومراقبة وفحص بانتظام حتى ما تنتكس مرضك يرجع تاني، وأيضا يحتاج إلى صرف دواء بانتظام لدواء من النفساني يعني حبوب نفسية ومتابعة ومراقبة الالتزام بأنك تأخذ الدواء بجرعته المعينة وفي الزمن المعين. This would be effected on release from hospital by a mental health team, often a specific community forensic one, and if necessary, your immediate recall under the hospital order to a secure mental health hospital. و لو تم إطلاق سراحك من المستشفى حتتابع علاجك برا المستشفى عن طريق فريق لمتابعة الأمراض النفسية والعقلية خارج المستشفى، ودائما في حالتك دي لأنه كان في حوالي ارتكاب جريمة بيتابعك فريق مختص بالطب النفسي الشرعي متعلق بالجريمة، ولو في داعي إذا قرروا إنه أنت طلعوك لكن حالتك بقت أسوأ وكذا بيستدعوك مرة ثانية بالقانون بالقوة للمستشفى بموجب أمر صادر من محكمة في المستشفى أساس إنه إنه ترجع للمستشفى كنت فيها تابع العلاج ويحبسوك يعني بالقانون يعني. Dr. Mervis considers this would produce significantly better protection than release from prison being supervised by the probation service, even with psychiatric services assisting, and any deterioration in your mental health and any risk associated with it could not be treated until you were then transferred back to a secure mental hospital. دكتور ميرفيس من رأيه إنه أفضل تكون في المستشفى تابع العلاج بعدك لما تحسن يطلبوا سراحك من المستشفى، والموضوع يحتاج لإنه يستدعوك مرة ثانية للمستشفى يستدعوك بالقانون ويتابع علاجك وسيطر على حالتك، لكن في السجن لما تخلص المدة بتاعت العقوبة يقول لك خلاص امشي حيتابعوك ما حيتابعوك ناس المستشفى بتاعت الأمراض النفسية والعقلية، حيتابعك فريق مسؤول من حسن السير والسلوك وإعادة تأهيل المدانين وكذا كانوا قبل محكومية نفسية للموظفين يعني عاديين ما أطباء ولا ممرضين نفسانيين ويمكن يساعدهم بعض الناس النفسانيين وكذا، فأفضل إنه تكون في المستشفى لأنه لو طلعت من السجن وخلوك بتكون ظروف صعبة جدا ممكن تنتكس وممكن يحصل لك المرض يزيد وممكن تأذي الناس مرة ثانية.
I'm therefore satisfied that the appropriate sentences in this case are: you'll be made subject to a hospital order under Section 37 of the Mental Health Act, together with a restriction order under Section 41 on counts 1 and 3 to run concurrently. وبناء على ما تقدم كل الشرح الفادي انا مقتنع ومن رايي كقاضي هذه المحكمه انه العقوبه المناسبه لهذه القضيه انه انك تكون تحت اشراف مستشفى بموجب امر مستشفى بموجب الماده 37 من قانون الامراض النفسيه والعقليه مع امر بتقييد يعني يكون في صرامه في التعامل معك في المستشفى والعلاج والحبوب والحاجات دي كلها امر ايضا مقيد عموما يعني اسمه امر تقييدي بموجب الماده 41 من نفس القانون قانون الامراض النفسيه الصحه النفسيه والعقليه و بالنسبه للتهمه الاولى والتهمه الثالثه رقم ثلاثه والحاجتين دي يمشوا واحده ورا الثانيه تخلص واحدة الأمر الأول يخلص يبدأ الأمر الثاني في النفاذ في الجسر المفروض. The victim impact surcharges will apply. كما قررت إنه الرسوم إفادات الضحايا الجريمة الرسوم المالية تندفع في هذه الحالة. May I thank you for your excellent interpretation during the course of today. There will be a transcript of my sentencing remarks available for the press, but they'll also be immediately sent to the Judicial Press Office, which you may find the most